قال لي يا لطيفة من فرنسا. صباح النور يا لطيفة. صباح الخير شبيبة. أهلا لطيفة، ما تسمعش. صباح النور. الحمد لله، كيف تينا؟ لاباس؟ الله يبارك فيك، وانتي ناش اخبارك؟ لا بس ربي يخليك. انتي في فرنسا ياك؟ مازال ما غاتجيش مازال ما غاتجيش للمغرب؟ لا والو اختي والو، جيت فقلت لك راه سلعه. قلت لك ايه، انت يا لطيفه، لان كيكثروا بالاسماء بزاف والمستمعات تبارك الله كثار، فبالتالي لطيفه ام ساميه. وخصك تقولي لنا ام ساميه باش نعرفوك لطيفه اللي المعلومه، ماشي لطيفه واحده اخرى، لان بزاف ماشي لطيفه الطبيلي. ايوه نقدم لك تحيه من هنا يا سكينه. مرحبا لطيفه، شنو تعطينا اليوم؟ بغيت نعطيك البيني، عملت البارح لغزال. يلا عندك لالا. طحين بالفرص عمل 600 غرام. طحين فرص 600 غرام. ايه عملو في القصعه. اها. وكتزيد عليه واحد لافاني. اها. واحد بيطه. اها. بيطه. اييه. ربع الكاس الزيت صغير. ربع الكاس. زيت عادية. زيت باينه، زيت رومي. خميرة دو الخبز. اها. ربع كاس زبدة تا هو، كتعطيك واقيلا معلقة. دايبة ولا لا؟ دوبة، لا دوبة، كتذوبها في الميكروفون، كتعطيك ديك تقريبا معلقة، هي هذيك نص ربع الكاس صغير. أها. واحد ليمونة مفكوكة. أها. لا، جوج معالق الحليب بودرة. أها. كاس ديال العلبة ديال الماء كافي. كاس صغير ديال الحليب. ندفي كاس عادي، هذا كندفي كل شيء صغير لانه البرد كندفي. ويا اختي اللي احنا عندنا الجو ناس سخون يا سعداتكم، والله الا البرد البارح كانت الشتا اليوم عاود الريح. لا احنا عندنا الجو النهار سخون، ولكن ديك الربعه وناز العشيه الخمسه كيبدا شويه تقلب كيرجع شويه البرد. داكو ميم والله العظيم، عامله تقعصر ولي شوفوا في الدار البرد. الله يا الحبيبه، ومرحبا بك اختي في البلاد، كاجي تصيفي. لا كرا الكيكه كان عندي تجي الحكا. نعم. عملنا قلنا شويه الملح، ياك الملح هي هي كاس صغير بالسكر. وصافي ديك الساعه كتهضر تجمع بالماء. بغيتي نعاود لك هادشي كامل؟ واخا عاود الماء باش نجمعوا الخليط. اييه الخليط، ولكن راك عطيتينا كاس بلاتي، المهم نعاود كل شيء من هذاك الكاس وحدو، هذا البنين بالحق ما كتجمعش، كتزيد تقريبا على واحد الكاس ديال فيني. اذا 600 غرام ديال فورس، واحد فاني، بيضه، ربع كاس ديال الزيت روميه، خميره ديال الخبز، ربع كاس ديال الزبده، ليمونه محكوكه، جوج معالق حليب بودره، كاس ديال العنب ديال الماء، وكاس صغير ديال الحليب دافي، الملح، كاس صغير ديال السكر، والماء باش نجمعوا هذا الخليط كامل. صافي هي هذيك، وديك الساعه كتجمعها كتخليها بحال كتعجن الخبز المقله. اييه. ايوا صافي ديك الساعه خليها ترتاح. تخمر يعني؟ تقريبا واحد تخمر. ماشي تخمر بزاف. المهم شويه. شويه هيداك واحد 15 دقيقة. اها. ملي كتشوف هذيك الساعة عاود ثاني عاود قرصها. اها. وتلقى بالمطلق. اها. وبقى تقطع قطعه الكاس ولا شي مرشه ما عندك ولا شي حاجه مدوره، ونزلها تخمر. ملي كتخمر كتسخن الزيت مزيان، وبقى تسيبو، ما كيشربو زيت هادو ما تا حاجه. اي والله تنجربوهم، لان وجربوهم وترد عليا، والله يا اختي تاكل الشفي البيني ما فيهش حس الزيت. لا تبارك الله. ديك الحليب اللي كنعملو بودره فيه كيشرب يعني، ما كيخليش الزيت تبان. فوالا ما كيخليش، انت نجرب الاخوات يعني ما كاينش وتجي حميمه. الا بغيتي اخت سناء. نعم حبيبه. الا بغيتي تعمرهم ولا بغيتي، انا كيعجبوني هيدا كنعملهم غير السكر شويه سكر سنيده. كيتفتحوا يعني كيتنفخوا. كيتنفخوا ومن الداخل كنقول لك الا بغيتي تعمرهم شي حاجه عمرهم، بغيتي هذه بغيتي تاكلهم هيدا كنعملهم. فيهم عسيله ولا شوكولا ولا اي حاجه، قلت لك اللي بغى الواحد ينوع. بغيتي بلا كومبوت اللي حبيتي. اللي بغى الواحد بصح، تبارك الله عليك لطيفه. صافي. غتزيدينا شي حاجه اخرى لطيفه؟ كاين بوزروق، نقول لك الطريقه ديالو كيجي غزال عاود، هذه التحيه لاختي البرديه اللي وراتو لي، كيجي غزال. يلا. وسهل. يلا. كتشبر بوزروق يا لالا. كتغسلو. عرفتي ديك الزرك اللي كيتحط. شكون اللي ما كيعرفش بوزروق؟
العظيم شكون ما كيعرفش كيطيبوا بالماء فهمتي هذا لا ما لا والو اييه هذا غير غسلهم ديك الرمله ديالو هكاك يعني مجموع في القشره ديالو في القشره ديالو ما تحاليه ما والو اييه وكتغسلهم ديك الرمله وخليه يتقطر وديك الساعه كتشبر واحد البصله قطعه عشوائيه مشلضه هاديه والسيق عند الكرافس شويه ديال الابزار عملتي الكرافس والابزار البصله معلقه د الطحين ايوا صافي هادشي اللي كاين فيه والملح والملح كي كنديرو له وديك الساعه كتشبر تردو فوق البوطه ونقص عليه وهو كيطيب كيتفتح كامل وما تشبعش منه وقد باش ليفه ديالي مع الفريت مع الفريت مع الفريت كل مع الفريت واخ يقدم الصحه وتفكر لطيفه تبارك الله عليك لاله لطيفه بعدا على الاقل هنا كتضمني كيفاش كيتحل يعني ماشي كنشريهم مفتوح ما كتعرفيش لا يا الحبيبه كيتحل كامل كاين انا قبل كنشوف الناس كيطيبوه بالماء وداك الشيء مع اختي كانت خدامه هي كتعمل الشيف ديال لانفيرميغ في برجيكا وكانت كتعود الدور على تشوف الماكله كيفاش كيزعما شحال د الوقت باش كيوجد؟ شحال د الوقت باش كيوجد؟ تقريبا 10 دقائق انا بدي ما توجد ديك فين تحطو كيكون كلشي تفتح كتهز وكما كيرخي ديك الساعه الماء فهمتي نعم لا فهمت طريقه واضحه و كيرخي الماء ديالي فكره زوينه هذه وحده ما كتبقى اختي صحيحه فكره زوينه ديال بوزروك خصوصا الناس اللي كيعشقوه وما كيقدوش يشريوه لان ما كيعرفوش الطريقه اللي كيتفتح بها لان كاينين لا لا تبارك الله عليك عرفتي كاين وحده مفتوحه انا غنعاودو هاد الطريقه هذه بوزروك وغادي يحموني عليها واللي بغى يزيد فيه عصير الليمون كتغسل نص الليمونه ايه واخا دونك كيتغسل وكيتقطر من ديك الرمله وداك الشيء من بعد كنديروه في الطنجره كنزيدو عليه البصله كنزيدو السيقان ديال الكرافس بصله وحده والبزار ومعلقه ديال الطحين والملح هادشي غير باش كيلدد ومن بعد كنحطو راه غتبداي تاكلي ب قلت لكم من بعد راه كيتحط ليمون هو داك بوزروك اللي كيتفزح كتحطو ديك الساعه سخون كتحطو كتهزو بديك الصفايه كيبقى ديك الماء ديالو حتى كيطلق الماء اييه كتهز ديك هادي ومع الفريت سخون ومايونيز وقول بصحتك وراحتك تبارك الله عليك يا لطيفه عطيت لكم من الغداء دابا ما عندي ما نسالك يا لطيفه شكرا لك على هذا كنقدم التحيه ديالي للعائله ديالي لماما واختي وكنكمل لكم هذه الاغنيه عافاك الا كانت عندكم الاخت اللي كتقدم الاغاني شنو هي؟ حطيت الطبيله بابا حطيت الطبيله بابا كتشتاقي هذه من خلال كتذكري من خلالها بلادك ياك ورجعينا وانا كتقول لك ان شاء الله من بعد توجدها لك دابا ما متوفرش عندنا من بعد ان شاء الله نوجدها وغنديوها لك خاصه لطيفه